أخي المزارع، عند رعاية الموالح خلال شهر مارس يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الاهتمام بالري على أن يكون على الحامي خلال هذا الشهر نظرا لأن الأشجار تبدأ في النشاط وتخرج النموات الجديدة. يتوجب عدم إجراء أي عمليات عزيق خلال شهر مارس، ويمكن مقاومة الحشائش بالمبيدات المغصى بها. يكون الاهتمام بمقاومة عفن السرة في حالة وصول نسبة التزهير إلى 35%. ومن المهم متابعة التعامل مع الإصابة بالمن والتربس والبقة الخضراء وكذلك الذباب البيضاء بحسب التوصيات.